النحلة العاملة. اقتربت اليعسوب من سعادة وقالت: إن أسرة النحل تتألف من أنواع ثلاثة، فأنا اليعسوب ملكة النحل وأميرة الخلية وسيدتها وأم النحل الذي يعيش في الخلايا. إنني أضع البيض الذي يتكون منه النحل على اختلاف أنواعه، أما اليماخير فهي الذكور من النحل وهي أكثر النحل طنيناً وأقلها نفعاً، ومنها نتخذ جنودنا وحرسنا. أما سواد النحل عندنا فيتألف من النحلات العاملات، وهن أكثر نحل الخلية عدداً والأكثر نفعاً. أرادت اليعسوب أن تسترسل حديثها، ولكنها سمعت غناءً معجباً فأنصتت إليه، وأصغى مراد إلى ذلك الصوت المطرب وهو ينشد: أنا خير العاملات، أنا رمز للثبات، أرشف المر من النوار بين الزهرات، أرشف المر فيغدو بعدما أجنيه شهدا، ويسير المر حلو ومستساغ الطعم جدا. فابتهج مراد وسعاد لسماع تلك الأنشودة الجميلة، ونهض مراد فحي تلك النحلة المبدعة وقال لها: لقد عرفتك يا عزيزتي، فأنت النحلة العاملة. فقالت له بعد أن ردت التحية بأحسن منها: صدقت يا مراد، إنني النحلة العاملة. قالت سعاد: وماذا تعمل النحلات العاملات؟ فأجابت النحلة العاملة: إن لنا أعمالاً مختلفة مقسمة بيننا، فمنا من يقطف الجني من الأزهار ليحوله عسلاً، ومنا من ينظف الخلية، ومنا النحلة التي تجلب الماء، والنحلة التي تعنى بصغار النحل، والنحلة التي تبني أقراص الخلية من الشمع. فقال مراد: ما أعجب حياتكن، إنها حياة حافلة بالجد والخير. أكتشف وأفهم، أقرأ أبيات الشعر الواردة في النص ثم أجيب على السؤالين الآتيين: من منشد الأبيات الشعرية؟ وإلى من توجه بها؟ منشد الأبيات الشعرية هي النحلة العاملة، وقد توجهت بها إلى مراد وسعاد. أقرأ النص ثم أعين الجملة المتعلقة به: التقى الطفلان بالنحلة العاملة واليعسوب واليمخور. تقوم النحلة العاملة بعدة أدوار: تضع النحلة العاملة البيض. الجملة المتعلقة بالنص هي: تقوم النحلة العاملة بعدة أدوار. أعيد كتابة الجمل الآتية معوضاً ما تحته سطراً بما يفيد المعنى نفسه: اليماخير أكثر نحل الخلية طنيناً. اليماخير أكثر نحل الخلية ضجيجاً. أرشف المر فيغدو شهدا. أمتص المر فيصبح شهدا. أعمق فهمي، أستخرج من النص الشخصية الجديدة التي لم تظهر في النص السابق. النحلة العاملة هي الشخصية الجديدة التي لم تظهر في النص السابق. أصنف شخصيات النص إلى شخصيات بشرية وإلى شخصيات حيوانية. الشخصيات البشرية تتجسد في شخص مراد وسعاد، أما الشخصيات الحيوانية فتتمثل في اليعسوب والنحلة العاملة. أذكر من قام بكل عمل من الأعمال الآتية: تضع البيض الذي يتكون منه النحل،
تحرس الخلية وما فيها، تحول الرحيق عسلة، تنظف الخلية، تجلب الماء، تبني أقراص الخلية من الشمع. الأعمال التي تقوم بها اليعسوب هي: تضع البيض الذي يتكون منه النحل. الأعمال التي تقوم بها النحلة العاملة هي: تحول الرحيق عسلة، تنظف الخلية، تجلب الماء، وتبني أقراص الخلية من الشمع. في حين يقوم اليماخير بحراسة الخلية وما فيها. أعجب مراد بحياة النحل، أستخرج ما يدل على ذلك ثم أقرأه قراءة منغمة. الجملة الدالة على مدى إعجاب مراد بحياة النحل هي: ما أعجب حياتكن، إنها حياة حافلة بالجد والخير. أقرأ الأوصاف الآتية: قليل النفع، أكثر النحل فائدة، مبدعة، أكثر النحل طنينا، سيدة النحل. أوزع كل الأوصاف السابقة على كل نوع من النحل: اليعسوب، والنحلة العاملة، واليمخور. الأوصاف التي تتمتع بها اليعسوب سيدة النحل. الأوصاف التي تتمتع بها النحلة العاملة: أكثر النحل فائدة، مبدعة. الأوصاف التي تتمتع بها اليمخور: قليل النفع، وهو أكثر النحل طنيناً. أبدي رأيي: أي أنواع النحل أفيد للخلية؟ علل إجابتك. النحلات العاملات هن أفيد الأنواع للخلية، لأن النحلة العاملة هي من تقوم بأكثر الأعمال داخل الخلية وخارجها، من تنظيف للنخاريب إلى صنع العسل. أفتح نافذة وأغني ملف التعلم. أبحث عن فوائد الشمع. يستعمل الشمع لصنع بيوت للنحل.